ضيفنا وضيفكم عصام كمال. مرحبا بك اخويا عصام. لحظة كبير بصح سنيدس انا يلا شتوم دابا. خصوصا زراعة الشعر درت على راسي الدليل، وانه واخا درت زراعة الشعر ديما في دال نقدروا نشوف. بغيتي تشوف عصام كمال كيسمح في المجموعة وتيقول لهم انا ساليت من الموسيقى، ولكن بعد يومين السي عصام كيخرج عصام كمال باسم ديالو بوحدو كيسمح. بغيت نعرف واش هاد المجموعه بعتيها ولا كنت كتباع؟ كون بعتها اخويا ندخل منها الفلوس. واش عمرك عشتي او حسيتي بالشمزه؟ بزاف. شي المجتمع ديالنا صعيب، عندنا العنف اللفظي، الهضره، العنف. طريقتك مازال مع على تواصل؟ بيان سور. عندها علاقه مع الزوجه ديالك؟ ما كاينش، نقدروا نقولوا كاينه علاقه، لان الابن ديالي عنده علاقه مع الزوجه ديالي. يا وليدي الغادي العلوه، لا 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 تعال نوصيك بعدا. سون فيلتر السبت على الساعه 8:45 مساء.